وحشتوني جدا يا بنات من امبارح للنهارده، ومبسوطه جدا ان انا معاكم في حكايه جديده. حكايه الفنانه مختلفه، ابتدت مشوارها من الطفوله، ملامحها البريئه وخفه دمها خلوها تبقى نجمه من طفولتها. قدرت توصل لمكانه محترمه، هي راضيه عن نفسها وشايفه ان هي وصلت لقمه النجاح. وطول ما احنا راضيين يا ستات، طول ما احنا ناجحين، طول ما احنا واثقين من نفسنا، طول ما احنا مكملين مشوار اتكتب علينا، مشوار لازم نكون فيه فرحانين وحابين حياتنا وحابين الناس اللي حوالينا علشان في الاخر نتهنى بحياتنا. هي دي الرسالة اللي اتمنى ان كل واحدة تحطها هنا وهنا، بس كده. عيش حياتك وانت راضية عن نفسك ومكملة في مشوارك علشان تحققي كل اللي بتحلمي بيه. تعالوا نبتدي حلقتنا مع الفنانة اللي هتشوفوها حالا بعد الفاصل.